السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا بعيد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول الذي شرف به الله البشرية، الرسول أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه الله قائلا إنك لعلى خلق عظيم، والذي وصفه قائلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والذي وصفه قائلا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صلى الله عليك يا رسول الله يا علم الهدى. والذي وصفته السيدة خديجة عليها السلام قائلة حينما نزل عليه الوحي وجاءها يرتجف ويقول لها دثريني دثريني، قالت والله إن الله لن يخزيك أبدا، لأنك تصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين المحتاج وتعين على مصائب الدهر. هذه كانت أركان شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم المجتمعية قبل أن يبعث. والذي جعل الله سبحانه وتعالى فرضية طاعته من فرضية طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما قال سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما جاءكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، علم الهدى وقائد الغر المحجلين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. أين نقف منك الآن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الفضيل، يوم ميلادك؟ إذا طلع علينا الرسول اليوم صلى الله عليه وسلم فلن يعرف أمته، لا في الشكل ولا في القول ولا في الفعل. ديننا أصبح دينا فولكلوريا كما قال الدكتور راتب النابلسي، دين شكل، لبس، كحل، إلى آخره. ديننا أصبح دينا شعائريا فقط، نصلي ونقيم الليل بآلاف الركعات ونحفظ القرآن ولا نعمل به. أنا نقف منك الآن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومنا هذا، يوم الاحتفال بمولدك، فالاحتفالنا بك في نشيد أو قصيدة أو خطبة أو حفلة أو زي أو راية أو مظاهرة أو طعام أو شراب، هل هو هذا الاحتفال بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا نقف منك الآن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضنا ويشك بعضنا في بعض، ويكره بعضنا بعض، ويبغض بعضنا بعض، ويتحالف بعضنا مع أعدائنا على البعض الآخر، ويتحالف مع الشيطان على البعض الآخر، ويغتصب بعضنا حقوق بعض، ويسرق بعضنا مقدرات بعض، ثم يقتل بعضنا البعض الآخر. هذا هو الاحتفال أو معنى الاحتفال بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا نقف منك الآن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوريا، سوريا البلد التي فيها من النازحين ما لا يقل عن 7 مليون، ومن اللاجئين ما لا يقل عن 6 مليون، ومن القتلى ما لا يقل عن 500,000، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. ها في حلب، في دير الزور، في الرقة، في كل هذه المدن. أنا في حمص، أين نقف منك؟ إذا اطلع علينا الرسول صلى الله عليه وسلم في سوريا، أين يجد سوريا؟ أين نقف منك الرسول صلى الله عليه وسلم في اليمن، في صنعاء، في تعز، في الحديدة، ها أين؟ في عدن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر من 20 مليون يمني يموتون من الجوع والمرض والقهر. أن نقف منك رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في العراق، شامت الأمة العربية وشامت الإسلام والمسلمين، 3 أو 4 مليون نازح من الموصل، من تكريت، صلاح الدين، الأنبار. أين نقف منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مدن بكاملة دمرت في سوريا وفي العراق، أحياء كاملة كاملة دمرت. إذا ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الموصل أو إلى حلب أو إلى الرقة أو إلى دير الزور أو إلى أماكن كثيرة في اليمن، هل سيعرف أن هؤلاء هم المسلمين؟ نحن منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم ميلادك، من تشاد،
وجمهورية وسط أفريقيا وأفغانستان وأريتريا وميانمار، مليون من أقليم الروهينجا خرجوا إلى بنغلاديش، لم نعيرهم أي اهتمام إلا أكل شرب نيم إيه لبس. الصومال، جنوب السودان، كونغو الديمقراطية، من كل هؤلاء الملايين أو عشرات الملايين في يوم ميلادك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ننفق المليارات على ماذا؟ على اليخوت والحفلات وسباقات الخيل والهجن والعربات الذهبية ولاعب الكرة والأندية والمسابقات والغناء والرقص والأفلام والدراما، أين نحن منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل سيعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع علينا اليوم في عيد ميلاده؟ أبدا ولا وألف لا. فنحن أمة لم نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في القول ولا في الفعل ولا في اللبس ولا في الخلق ولا في أي شيء، ولا في القيم ولا في أي شيء. على ما نحتفل؟ على ما نخدع أنفسنا بخطب رنانة وكلمات منمقة وخداع يصل إلى درجة النفاق، يصل إلى درجة التأليه، نؤله البشر لنستفيد من بعض عطاياهم، ونحن وهم سنكون في الدرك الأسفل من النار. كل هذا يحدث ونحن اليوم نخرج على العالم لنحتفل بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. إن أردنا أن نحتفل بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نفعل التالي: أولا أن نؤمن بالله حق الإيمان، لا نؤمن به باللسان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يتمكن الإيمان منك، يستقر الإيمان في القلب، تؤمن به الجوارح ولا يؤمن به اللسان. ده هذا الأول. الأمر الثاني وهو طاعة الله ورسوله فقط. ثم إن أردنا أن نطيع أولي الأمر، نطيع أولي الأمر الذين يطيعون الله ورسوله، ولا نخلق لأولي الأمر طاعة تخرج عن طاعة الله ورسوله. الثالثة، نتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، كان قرآنا يمشي على الأرض. هذا هو خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. الثالثة أو الرابعة، أن نعمل العمل الصالح، أن نعمل العمل الصالح. الذين نعمل العمل الصالح، مش فقط العمل الصالح، العمل الصالح الفعال الذي يفعل المجتمع. الخامسة، أن نبني مجتمعاتنا على قاعدة ماذا؟ الحب والإخاء والتواضع والعدل والمساواة. أن نعطي الحريات لأبناء شعوبنا ولا نقهرهم ولا نذلهم، فالمسؤول خادم عند المواطن. أن نحب الخير للعالم أجمع، أجمع بكل طوائفه وأحزابه ودياناته وقواعده وثقافاته إلى آخره إلى آخره. ونحب الحياة لكافة الخلائق أجمعين، ونحترم الرأي الآخر، ونحترم الأديان والمذاهب، ولا يكفر بعضنا بعضا، ولا يسب بعضنا بعضا، ولا يستعلي بعضنا بعلم أوهبه الله إليه على البعض الآخر. أن يكون كل هذا على قاعدة العلم والتعلم والفهم والتفاهم ومحاربة الجهل والفقر والمرض والحرمان. أنا نحن منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم ميلادك، أذكر نفسي وإياكم بكلمة قالها عربي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أرسله المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، وكان يعتقد كسرى وهو سلطان فارس، أن هذا العربي جاء ليستجدي منه عطاء في المال أو في الملبس أو في الأكل المطعم أو في المشرب. لكن ربعي بن عامر رضي الله عنه قال كلمات سطرها التاريخ
بأحرف من نور الإيمان الذي استقر في قلبه قائلا: لقد جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور السلطان إلى عدل الرحمن. هذا هو العمل والخلق والقول المستقر في إيمان ربعي بن عامر. أين منك نحن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن سنحتفل اليوم بأغنية كنت أنا بفكرها زمان، ها بيتقول إيه: حلاوة زمن ترى لا علو صاحصا، وآن الأوان الدلع يا ولا، ماليش دعوة يما هاتي لي حلاوة، ماليش دعوة يما حلاوة حلاوة. هو ده اللي هنحتفل بيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم، أم هنحتفل بشخصية ربعي بن عامر، أو بخلق المصطفى صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة، النور الذي أتى أو أنزله الله سبحانه وتعالى هداية للبشرية وليس هداية للعرب أو لقبيلة أو لجهة معينة. أصبح الكيد بيننا شديد 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 شديد، وأصبح العالم يستهزئ بنا لتفاهة عقولنا وسفاهة أحلامنا في يوم ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله يا علم الهدى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله يا علم الهدى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله يا علم الهدى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.